مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بدأت وزارة الداخلية في تنفيذ خططها الأمنية لتأمين المدارس على مستوى الجمهورية، والتي تشارك في تنفيذها كافة قطاعات الوزارة لبث الطمأنينة في نفوس الطلاب وأولياء أمورهم. مع انطلاق عام دراسي جديد، كثفت وزارة الداخلية من انتشارها الأمني لتأمين المدارس على مستوى الجمهورية وبث الطمأنينة في نفوس الطلبة وأولياء الأمور من خلال الخدمات والارتكازات الأمنية أمام المدارس وبمحيطها والشوارع المؤدية إليها. شكرا سيادة الرئيس طبعا إن هو فاكرنا وعلى التأمين اللي احنا بنبقى فيه ده، دي حاجة طبعا احنا مبسوطين بيها. أول يوم دراسة لما جينا لقينا استقبال الشرطة وفي هنا أمان وفي حتى احنا مطمنين وهم واقفين وهم داخلين وفي نظام ومفيش تكدس مروري. أنا مبسوطة جدا بحوالين الشرطة إن هي حوالين المدرسة، وده طبعا مدينا أمان جدا إن لو حصلت أي حاجة كل حاجة هتتحل وإن احنا هنعرف نتصرف. أول ما جيت النهاردة المدرسة حسيت بالأمان لما لقيت الشرطة حوالينا وكده. طبعا وجود الشرطة بيحسسنا ان احنا كاولياء امور بالامان وانه اولادنا في امان. انا مبسوطه قوي لما دخلت مدرسه لقيت ضباط وكده، ودي حاجه طبعا كويسه عشان جايين يامنوني وكل حاجه كويسه. وتحيا مصر. الخطة التي وضعتها وزارة الداخلية لتأمين سير العملية التعليمية اعتمدت على نشر الخدمات والأقوال الأمنية بمحيط المدارس على مدار اليوم الدراسي، حيث تتميز عناصر التأمين بالانضباط والظهور بمظهر حضاري يعبر عن جاهزية رجال الشرطة ومدى احترافيتهم. احنا سعداء جدا النهارده في اول يوم دراسه ومعانا الشرطه بتستقبلنا وبتستقبل الاطفال علشان يتعرفوا على الانتماء وحب الوطن. الاسر حاسه بالامان، المدرسه كلها حاسه بالامان، وبنشكر وزاره الداخليه وبنشكر الساده الضباط. النهارده اول يوم مدارس، سعدنا بوجود رجال الشرطه حوالينا، موجودين بيأمنوا الأولاد، بيأمنوا دخول الأولاد، وجودهم بيفرق جدا معنا. تضمنت الخطة الأمنية نشر الخدمات المرورية بالميادين والشوارع المؤدية إلى المدارس لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدس المروري، بخاصة مع توقع كثافات مرورية أمام المدارس. الشرطة بتأمن الدنيا كلها وبتأمن دخول المدارس النهاردة. اتبسطت جدا بصراحة وبشكرهم جدا جدا النهاردة. دي حاجة مشرفة وحاجة جميلة جدا ان انتوا تاخدوا بالكم من اولادنا الصغيرين. عملية تأمينهم دي ده تأمين لقلوبنا كلنا. النهاردة اول يوم مدرسة وانا مبسوطة قوي عشان جيت لقيت الشرطة مأمنة المدرسة وحسيت بالأمان. بشكر جدا وزارة الداخلية في أول يوم دراسة إن هي الحمد لله موفرة لنا الأمن والأمان. وإحنا داخلين حاسين بالأمن ووجود الضباط وعربيات الأمن في كل مكان. ارتياح كبير وسط الطلاب وأولياء الأمور مع وجود أمني مكثف وفعال في بداية العام الدراسي الجديد، خاصة مع القدرة والجاهزية والانضباط التي تتميز بها العناصر المكلفة بالتأمين في ضوء الاستعداد الدائم من وزارة الداخلية لتأمين كافة الفعاليات والمناسبات. مأمنين المدرسة وده محسسنا بالأمان، ويعني ربنا يخليكم، ميرسي قوي قوي على المجهود اللي انتوا بتعملوه. مبسوطة قوي شفت الضباط. تحية مصر. مع بداية عام دراسي جديد تنفذ وزارة الداخلية خطة أمنية محكمة تهدف من ورائها إلى بث الطمأنينة في نفوس الطلبة وأولياء الأمور من خلال تنفيذ هذه الخطة باحترافية كبيرة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.